كنشكر انفاس بريس على هذا الحضور ديالها معنا وصلت معنا حتى لهذا المكان يمكن في نعتبره في المغرب الغير النافع بالنسبه للسلطات، لانه ما كاين حتى شي تدخل. احنا راه جينا من اماكن بعيده، جينا من مراكش وجاو الناس من الدار البيضاء وجينا لهنا للبلاد باش نعيدوا مع والدينا. ذبحنا عجله كيف كيقولوا باش نتجمعوا حنا والعائله. جاو الناس من كازا، جا عمي من كازا، جاو خوتي من كازا، جينا احنا من مراكش. دابا الناس كترمي في اللحم ديالها، الضو مقطوع عندنا من نهار العيد، كيعطوا لينا ساعه ويقطعوه، يعني داكشي مخطط له ولا ما نعرف شنو واقع. دابا الناس كتعاني، ما لا مخاطب لا من لا حياه لا من تنادي. المكتب الوطني ديال الكهرباء ما متدخلش، ما كاين حتى شي مسؤول، ما كاين العام تهضر لولا هذا الهاتف اللي جانا من مدينه بعيده باش الباتري ديالو بعدا جاي فيه شويه الشارج باش غير نوصلوا الخطاب ديالنا ونوصلوا الميساج. المواقع الاجتماعيه راه عامره والناس كتغوت وكتنادي ولا حياه لمن تنادي. مع من غنهضروا الله اعلم. المفلد الوحيد ديالنا يمكن دابا هو الهاتف ديال انفاس بريس اللي جاو دخلوا هنايا وحسوا بينا وداروا اتصالات على اعلى مستوى على صعيد المنطقه. لا سلطات محليه لا المكتب الوطني لا الجامعه المحليه لا احد تدخل باش يحل لنا المشكل. وحنا كنعانيو والهواتف ديالنا مطفيه، ما عندنا كيفاش نتصلوا. الاخوان كاع يلا وصلوا من المدينه بعيده، حتى هما جاونا مزلوقين على رجليهم، لان باش نتواصلوا معاهم خلاو الطوموبيل في المركز ديال ولاد عمران. شكرا للانفاس بريس ونتمنوا المسؤولين يكونوا معنا.